الليمت لما ان حتقول للما لا نهايه ان على ايه الواحد على ان ناقص واحد بتساوي لن الايه. طلب مني اثبت له هذا الاشي، كيف بدي اثبت له؟ ما اعطيني الليمت لازم احلها، كيف بدي احلها هاي؟ هسه بحكي لك كيف تحلها. يعني يا بساوي هذا الحد بهذا الحد، يا بساوي هذا الحد بهذا الحد، كيف بدي اثبت انه هذا بساوي هذا؟ ببلش بهذا بما انها ليمت. عندي الليمت هسه عندي واحد على ان، بما يعني انت حاول شابه الاقتران في بعض، فبتصير هيك مباشره. خذ هذا الطرف خليها تصير اي واحد على ان ناقص واحد، يعني ناقص واحد هاي في مع هيك على واحد على ان، كان حيث انه معطيني انه ايه انه ايه اكبر عدد، انه ايه اكبر من صفر، يعني انه زي كونستانت واكبر من صفر، عشان انه زي الاقتران الاسي. كيف بشتق الاقتران او وكيف يعني انه بعامل هذا الاشي مباشرة؟ كيف يعني بحكي بتساوي شو مشتقة البسط على المقام؟ يعني اول شيء نتأكد انها صفر على صفر، لمثل الـ A واحد على ما لا نهاية صفر، تمام؟ A قوة صفر اللي هي كم حكينا؟ واحد، واحد ناقص واحد صفر، على واحد على N صفر على صفر، تمام؟ يعني صفر على صفر هسه بصير الاشتقاق. هذا كيف بشتقه؟ زي ما حكينا مشتقة اللي فوق، تمام؟ اللي هو صارت سالب واحد على N تربيع في هذا نفسه، في ايش؟ في لن الـ A، مظبوط، على مشتقة هذا واحد على ان تربيع، هاي مع هاي راحت. ايش صفى الاقتران عندي؟ طبعا ليمت لما ان حتقول للما لا نهاية، عوض هاي، هاي بتصفي واحد، يعني اي على صفر وتساوي واحد في لن الاي على واحد. ايش صفت؟ لن الاي وتساوي لن الاي لمعطى في السؤال. يعني نعيده بشكل سريع، معطيني هذا الاقتران بيساوي هذا، ايش بدي اعمل؟ يا بمسك يعني هسه عشان يعني اثبت اشي، يا اما بمسك الحد الايمن بوصل الحد الحد اليسار، او بمسك الحد اليسار بوصل الحد اليمين، او بمشي فيهن الاثنين. انا رحت مسكت الحد الايسر او اليسار ونزلت فيه، حكيت لك انه هون A الواحد على N ناقص واحد على N. ايش اول شيء عمليت؟ رتبت المعادلة انه بحيث انه اقدر اشتقها، وتأكدت انه صفر على صفر لما جيت احسب الليمت. بهاي البساطة اشتقيت هاد مشتقة هاد في هاد نفسه في لن الرقم، مشتقة الثابت صفر على هاي، هاي راحت مع هاي، صفت واحد على A الان في لن الاي، عوضت هاي واحد، هسه اجت دور التعويض على واحد لن الاي، وهاي بتساوي هاي. هاي الصفحة رقمها 2 كانت، أيوة. وفي عندي كان آخر شغلة راح أحكيها، اللي هو تبع طلب مني إنه أوجد له قيمة متغيرين، ليمت لما X حتقول للصفر، زي أسئلة الهاي توجيهي، ناقص ال B على 2 X تربيع بتساوي كم؟ سالب 4. هسا حتى اقدر احل هذا الاشي، بما انه النهاية موجودة والمقام صفر، يعني اذا صارت صفر على صفر لازم تكون صفر على صفر، حكينا الاصل كيف؟ اشتقاق ليمت مشتقة البسط لحال على المقام لحال، الكوساين سالب لا ساين اي الاكس في اي، طبعا لا ننسى الثابت على اربعة اكس تمام. عوضها برضو بعدها صفر على صفر، برضو بشتق كمان مرة، ايش مشتقتها هاي؟ سالب A تربيع كوساين A X على اربعة، ليمت لما X حتقول للصفر، عوض الصفر سالب A تربيع على اربعة بتساوي سالب اربعة. هاي معطيني انه النهاية جوابها سالب اربعة، بما انها موجودة يعني صفر على صفر، بما انه المقام صفر، سالب 16
تساوي A تربيع سالب A تربيع بتساوي 16، A بتساوي زائد وناقص 4. بما انه حكيت البسط بيساوي صفر المقام بيساوي صفر، اذا كوساين A الX A 4 او سالب 4 ما راح تفرق، بتساوي ناقص B بتساوي صفر. عوض الصفر اللي هي صارت ايش، كوساين الصفر 1 ناقص B بتساوي صفر، اذا B بتساوي 1. هاي قيمة A وهاي قيمة B. واخر شغلة راح احط راح احكيها اللي هي راح تكون عبارة عن لين للليمت، يعني هذول من أسئلة الكتاب يعني شفتهم عليهم يعني شوي فيهم أفكار. ليمت الان زائد واحد ناقص لين الاكس اكس اكس. تمام، زي هذا السؤال بروح برتبها. طب طبعا لو رفعت هاي لفوق ايش بصير؟ ما بصير عندي مشكلة، يعني اللي حكيت ليمت لما اكس حتقول ما لا نهاية، واحد على اكس على لين الاكس زائد واحد، حتى اتأكد انها صفر على صفر يعني، فهمتوا كيف؟ لين الاكس ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، انا بضطر انه ارتبها، فبتصير لين الواحد، يعني بصير بحكي لين الاكس زائد واحد القسمة على على اكس، يعني باخذ لما احسب الليمت للما لا نهاية صفت ما لا نهاية، يعني اكس على يعني لن الواحد ايش صفت؟ صفر على صفر. تمام، هسا بصير الاشتقاق، يعني سالب واحد على اكس تربيع، هاي شو مشتقتها؟ واحد على اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس، واحد مقامات، طبعا لا ننسى انه الليمت حتقول للما لا نهاية واحد مقامات، طبعا سالب واحد على اكس تربيع اكس ناقص واحد على اكس تربيع زائد اكس، هاي مع هاي صفة الاقتران، سالب واحد على اكس تربيع على واحد على اكس تربيع زائد اكس، ليمت لما اكس حتقول للما لا نهاية. تمام، هسا ارفعهم لفوق، يعني رتب المعادله، خليها اكس تربيع زائد اكس على اكس تربيع. هسا الاصل فيها ايش؟ بروح بحكي انه الاصل لما تيجي تحسب، طبعا مضروبه في سالب، لما اجي احسب كيف انه لا استنى شوي، ما هاي عندي سالب واحد راح السالب راح السالب، لما اجي احكي انه هذا الاشي لما اجي احسب الليمت باخذ اكبر اس، اكس تربيع اكس تربيع، عندي اكس هاي ما الي فيها، اكس تربيع اكس تربيع ليمت اكس تساوي ما النهاية وتساوي واحد. هاي الورقة رقم 2، وهيك بكون خلص. يعني هاي كانت فكرة مهمة كانت هون حبيت اشرحها واوضحها، وهيك بكون خلص